بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 56 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك. أحسن الله إليكم. استهل هذا اللقاء بهذا السؤال من الأخ المستمع محمد الشجاري من الفرعة من الوشم. يقول: قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهناك قصة الصحابي الذي لم يجد فيها خاتم حديد ولم يكن مستطيعا للباءة، ومع ذلك زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ فهل أتوكل وأقدم على الزواج آخذا بهذه القصة وآخذا بقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله، أم أحجم وأنتظر إلى أجل غير معلوم حتى أكون مستطيعا للباءة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الزواج ولا سيما حق الشباب والشابات، فإنه مرغب فيه جدا، ما يترتب عليه من المصالح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وإذا استطاع الإنسان تكاليف الزواج فليقدم ولا يتأخر. كذلك الفتاة إذا تقدم لها كفء ترضى بدينه وخلقه وأمانته فلتبادر ولا تؤجل، لا لدراسة ولا لوظيفة ولا لغير ذلك، لأن الزوج الصالح هو فرصتها في الحياة. وأما إذا لم يستطع، كان فقيرا، إنه ينتظر، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إلا إذا رضيت به المخطوبة، عرفت حاله ورضيت به وبفقره، فلا بأس. وهذه المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسها له، رضيت بهذا الرجل الذي لم يجد شيئا، واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمها ما يحفظه من القرآن، ويكون هذا هو المهر. كما أن الدراهم تكون مهرا، كذلك المنافع. وهذا موسى عليه السلام تزوج على رعاية الغنم: يريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني سنين، فإن أتممت عشر فمن عندك. فموسى عليه السلام تزوج وجعل المهر أنه يرعى الغنم 8 سنين أو 10 سنين. فإذا رضيت المرأة بذلك فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. وأنتقل إلى سؤال آخر. يقول السائل: هل يجوز بعد التوبة من الغيبة والبهتان بسبب العدد الكبير من الناس الذين اغتبتهم أن أقول: اللهم اغفر لجميع من اغتبتهم، وهل بذلك أكون قد تحللت منهم؟ الذي تقدر على أن تتحلل منه وتطلب منه المسامحة يجب عليك ذلك، لأن هذا حق له لا يسقط إلا بمسامحته. أما إذا لم تقدر، أو كان يترتب على طلب المسامحة أن يغضب عليك وأن يحقد عليك، يكفي أنك تدعو له وتثني عليه. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. سؤال آخر من الأخ محمد من الوشم. يقول: هل هناك صلاة جماعة عند النوازل بالمسلمين غير المكتوبة؟ ليس هناك صلاة عند النوازل إلا صلاة الكسوف، صلاة الكسوف، وما عداها من الآيات لا يصلى لها، لأن هذا شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في صلاة الكسوف. ولكن يشرع عند النوازل القنوت في الفرائض، يعني يدعو الإمام والمأمومون يؤمنون على دعائه، ويسمى هذا قنوت النوازل. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة أخرى بعثها أحد الأخوة الذي رمز لاسمه بصالح محمد من
تبوك يقول: هل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن بينهما رضاع؟ لا بأس بذلك، يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن بينهما ما يمنع من الجمع بينهما، لأنها أجنبية منها، لأن البنت أجنبية من زوجة أبيها وزوجة أبيها أجنبية منها، لا مانع أنه يجمع بينهما. نعم. يقول: هل يجوز للأخ أن يأخذ زوجة أخيه المطلقة؟ لا بأس بذلك، إذا انتهت عدتها له أن يتزوجها، أما إن كانت طلاقها رجعي فليس له أن يتزوجها لأنها زوجة المطلق ما لم تخرج من العدة، وكذلك البائن لا يجوز له أن يتزوجها ما دامت في العدة حتى تنتهي عدتها. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز دفع شيء من المال لمأذون الأنكحة بلا طلب أو بطلب؟ أما الطلب فمأذون الأنكحة لا يطلب، لأن وزارة العدل رخصت له بدون أنه يطلب شيئا أو يأخذ راتبا من وزارة العدل، لكن إذا دفع له شيء من الزوج أو من أهل الزوجة دفعوه هم بدون أنه يطلبه فلا بأس أن يقبله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: ما حكم عقد الزواج على المرأة حال حيضها وكذلك على المرأة الحامل؟ لا بأس بعقد الزواج على المرأة الحائض إذا كان طلاقها بائنا ولم تكن هذه الحيضة من العدة، إذا كانت خرجت من العدة وجاءها حيض بعد العدة لا بأس أنه يعقد عليها، لا يشترط لعقد النكاح الطهارة، لكن لا يقربها حتى تطهر وتغتسل. وكذلك على المرأة الحامل؟ المرأة الحامل إذا كانت مطلقة أو متوفى عنها لا يجوز، لأن في عدة حتى تضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. ما حكم طلاق الحامل والحائض؟ طلاق الحامل لا بأس به لعدم المحذور، وأما طلاق الحائض فمحرم منهي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير في هذه الرسالة يقول: إذا سئل الرجل عن شخص لمصلحة شرعية كالزواج أو الزكاة أو غيره وكتم عيوبه وجامل في الحديث عنه، هل هذا من الزور والبهتان؟ نعم، هذا من الغش، قد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وفي الحديث: من حق المسلم على المسلم وإذا استنصحك فانصح له، يجب أن تبين ما تعلم من حالة الشخص المستشار فيه، وهذا من النصيحة، وكتمان ذلك أو الثناء عليه هذا من الغش الذي لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة أخرى. السائل يقول: حفظكم الله، قول الرجل في ذمتي كذا وكذا هل هذا يمين؟ هذا ليس بيمين، لأن في ليست من ألفاظ اليمين، ألفاظ القسم ثلاث: الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله، هذه ألفاظ القسم، أما غيرها من الحروف فليست من حروف القسم، ويكون معنى في ذمتي أي ألتزم في ذمتي أو عندي حق في ذمتي أو دين. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: في الحديث الذي رواه تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما هو المنهج الرشيد في عرض العيوب والنصح والإرشاد طبقا لهذا الحديث؟ ذكرنا أن إبداء العيوب لمن استشارك في شخص أن هذا من النصيحة، وكتاب ثمانها من الغش، فلا بد أن تبين، لأنه ائتمنك وسيأخذ بقولك في هذا الشخص، فلا بد أن تبين، وليس هذا من الغيبة المحرمة. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال آخر، هذا يقول: حفظكم الله، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ما المقصود بارك الله فيكم في تعجيل الشر، وما معنى يعمهون؟ العقوبة، الله جل وعلا حليم، يمهل ولا يهمل، يمهل المذنب والعاصي لعله أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، وهذا من رحمته سبحانه تعالى بعباده أنه لا يعجل العقوبة للناس إذا أذنبوا، بل يتأنى بهم سبحانه وتعالى لعلهم يتوبون، فالله لا يعجل العقوبة في المذنبين رجاء أنهم يتراجعون ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يستعجل على نفسه ويدعو على نفسه بالشر ويستعجل ذلك، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، الله جل وعلا حليم رفيق بعباده. نعم. أحسن الله إليكم. محمد من الفرع يقول: حفظكم الله، هل هناك مدة محددة
يعد المرء هاجرا للقرآن إن ترك القراءة فيه؟ وهل تكرار سورة حفظ دون النظر للقرآن يعفى من الهجر؟ نعم، كون الإنسان يترك القرآن ولا يقرأه هذا هجر للتلاوة، هجر للتلاوة، وهو وسيلة إلى هجر العمل بالقرآن وهجر التدبر، وهذا حرمان. والمسلم لا يهجر القرآن، بل يجعل له في كل يوم حزبا من القرآن حتى يختم القرآن، ولا يتجاوز شهر، على الأقل في كل يوم جزء من القرآن يلتزم بذلك حتى يأتي عليه الشهر وقد ختم القرآن. وإذا ختمه في أقرب من ذلك في 10 أيام لثلاثة أيام فهذا أحسن، سواء قرأه في الصلاة الليل والتهجد أو قرأه من المصحف وهو جالس، المهم أنه لا يترك القرآن، يجعل له في كل يوم حظا من تلاوة القرآن حتى يختمه. نعم، أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير في هذه الرسالة يقول: نسي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى وتذكر ذلك عند التشهد الأخير، فماذا يفعل؟ فاتت عليه ركعة، يقوم ويأتي بركعة بدلها قبل أن يسلم، يأتي بركعة بدل الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة، هذا إذا كان منفردا أو كان إماما. أما إن كان مأموما إذا نسي فالإمام يتحملها عنه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حفظكم الله، شخص نزع جوارب زميل بحجة أن الجوارب تصف البشرة، ولكن الشخص أعاد لبس الجوارب مرة أخرى ومسح عليها وصلى، علما أنه قد مسح عليها في الصلاة السابقة قبل نزعه من زميله، ما حكم ذلك بارك الله فيكم؟ اشترط في الجوارب أن تكون ساترة لما وراءها، الجورب غير الساتر لشفافته مثلا أو لخروق فيه وشقوق لا يمسح عليه، ما يمسح على السليم الساتر، لأنه يقوم مقام الخف، والأصل في الخف والأصل في الجورب السلامة والستر. وما دمت أنك بينت لهذا الأخ أنه لا يجوز المسح على مثل هذا الجورب الذي لا يستر ولكنه لم يقبل، قد أديت الواجب عليك، وهو يأثم بذلك ولا تصح صلاته لأنه لم يغسل رجله ولم يمسح عليها المسح الصحيح. نعم، أحسن الله إليكم. في هذا السياق حفظكم الله، هذا يسأل يقول: من كان مقيم ولبس الجوارب وبعد ساعة أو ساعتين نوى السفر ثم سافر، متى يخلع هذه الجوارب؟ إذا كان لم ينتقض وضوءه بعد اللبس حتى سافر إنه يبدأ مدة المسح مسافر 3 أيام بلياليه، أما إذا انتقض وضوءه بعد اللبس وهو لم يسافر فإنه يمسح مسح مقيم يوم الليلة. نعم، أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الأخوة رمز لاسمه بمحمد، يقول: ما حكم خطبة المسلم على خطبة أخيه؟ وإذا تمت الخطبة هل يصح الزواج؟ هذا حرام ولا يجوز في الحديث: ولا يخطب على خطبته، لأن هذا حق للمسلم سبقك إليه، فلا تدخل عليه وتفسد عليه خطبته حتى يرد أو هو يتنازل، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وهذا حرام نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو حصل خطبها على خطبة أخيه وتزوجها، الزواج صحيح عند الجمهور مع الإثم. نعم، أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة يسأل يقول: حفظكم الله، كيف نتدبر القرآن؟ تتدبر القرآن بتأمل معانيه، تأمل معانيه وتفسيره، هذا هو التدبر، وهذا وسيلة للعمل، ما يكفي التدبر، لا بد إذا تدبرت القرآن وعرفت معانيه أن تعمل بها حتى تكون استفدت من التدبر. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حفظكم الله، ما صحة أن بعض الناس وخاصة العامة يعتقدون بأن مجرد الإنقاذ من الهلكة كالغرق والحرق ونحوها يحقق المحرمية بين المرأة والذي أنقذها؟ هذا جهل لا أصل له ولا يصح، لا يكون محرما لها إلا بنسب أو سبب، النسب أن يكون أخا لها أو عما لها أو خالا لها، أو سبب وهو الرضاع أو المصاهرة، أن تكون ربيبته أو تكون زوجة أبيه أو تكون زوجة ابنه. وأما مجرد أنه أنقذها من غرق هذا حكم عامي لا أصل له في الشرع وهو غلط. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلته يسأل يقول: ما حكم أن يهدي الزوج بهدية إلى إحدى زوجاته دون الأخرى؟ إذا كانت الأخرى لا تغضب ولا يؤثر عليها فلا بأس،
أو استأذنها في ذلك. أما إذا كان هذا يحدث شيئا من سوء التفاهم مع الزوجة الأخرى ويغيظها عليه فلا يخدم على هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل يقول حفظكم الله: إذا كانت المرأة المخطوبة فيها مرض عضوي أو خلقي، ما حكم كتم ذلك عن الخاطب؟ لا يجوز هذا، هذا حرام وغش، لا بد أن يبين ما فيها من العيب، كما أن الخاطب لا بد أن يبين ما فيه من العيب ولا يخدعها. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: أبو عبد الباسط من جدة، هل يجوز لي أن أفضل أحد الأولاد عن إخوته بعطية أو مال لشدة حاجته وكثرة أولاده وعليه ديون؟ نعم، إذا كان فقيرا تعطيه لفقره أو لسداد دينه الذي لا يقدر على تسديده فلا بأس بذلك، لأن هذا إعطاء لوصف خاص. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا سؤاله الآخر يقول: هل يجوز للوالد أن يتصرف بمال ولده عند الحاجة دون إضرار بالولد، وما صحة حديث أنت ومالك لأبيك؟ نعم، الحديث صحيح، والحديث الآخر: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فيأخذ الوالد من مال ولده ويتمول ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد بهذا الشرط. الوالد له حق في مال الولد لكن بأن لا يضر به. نعم. سؤاله الأخير يقول: بارك الله فيكم، هل يحق لي أن أدفع الزكاة لابني المحتاج؟ لا، إذا كان محتاجا وأنت قادر على الإنفاق عليه يجب عليك الإنفاق عليه من مالك، ولا تدفع الزكاة لتقي بها مالك. نعم. أخيرا في هذه الحلقة نختم بهذا السؤال، السائل أبو معاذ من تبوك يقول: ما صحة قول فلان في ذمة الله بعد وفاته؟ يعني رحمة الله ومغفرة الله لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. في الختام شكرا لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وهذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.